مجموعة مستشفيات السعودي الألماني. نحن بعون الله نرعاكم. قطرة دم واحدة كفيلة بالتعريف عن التاريخ المرضي للإنسان، فضلا عن الأمراض التي قد يصاب بها وفقا لتقنية حديثة الابتكار. التقنية اسمها فيروسكان، وقادرة على دراسة جميع أنواع الفيروسات حتى تلك التي تختفي في الجسم وكيفية تفاعل الجهاز المناعي معها. قيمة الجهاز 25 دولارا. استند الباحثون لابتكاره على عينات سحبت من دم 600 شخص يعيشون في الولايات المتحدة وبيرو وجنوب إفريقيا وتايلاند. وكشف الباحثون عن 106 من طرق التفاعل المتبادل بين الفيروسات والأجسام المضادة. هذه الأبحاث أكدت أن معظم الناس يصابون خلال حياتهم بعشرة أنواع من الفيروسات، رغم أن بعض الذين أخذت منهم عينة الدم أصيبوا 84 نوعا من الفيروسات. وتساعد التقنية الجديدة الأطباء في التعرف على العلاقة بين وجود نوع من الفيروسات والأمراض التي قد تظهر لاحقا. ففيروس إبستنبار المعروف بالهربس يزيد بحسب متخصصين من احتمال الإصابة ببعض أنواع الأمراض السرطانية. وكان الأطباء قبل ابتكار هذا الجهاز يبحثون عن آثار الأجسام المضادة التي تشير إلى هجمات فيروسية في دم الإنسان عند تحليله، إلا أن الطريقة التقليدية توفر معلومات محدودة عن الإصابات الأخيرة فقط وليس إجمالي الإصابات. حنين موصلي، العربية.